انا من وجهة نظري ان الوحدات الصحية طورت كتير جدا عن زمان، وكمان المستشفيات، بس لكن احنا دلوقتي في المرحلة التجريبية منظومة التأمين الصحي الشامل، وطبعا في دكاترة لسه على قيد التدريب خارج مصر. بإذن الله على المدى القريب المنظومة هتشتغل بالشكل المطلوب، ويؤدوا الخدمة الطبية للمرضى بشكل صحيح ان شاء الله. المعاملة اختلفت سواء في طاقم التمريض او طاقم الدكاترة، بقى فيه اهتمام اكبر، بقى فيه مساحة ليا ان انا اصلا ادخل في خصوصية، ان انا لما ادخل لاي طبيب بيقدر يتكلم معايا في خصوصيه. الاول لا طبعا، الاول كان في الدكتور بيكشف على اكتر من مريض، بقى في دكاتره متخصصين اكتر. النهارده كنت مثلا بكشف جلديه، فبدا يتكلم معايا يسالني عشان يقدر يحدد لي الدواء الانسب. بصراحه المباني والمستشفيات والوحدات الصحيه عندنا اتطورت جدا، بدا يبقى في اهتمام بالمرضى، بالنظام الصحي، بقى في كارت الكتروني. يعني انا لما دخلت الوحده بلقيت نظام الكتروني ان انا ليا رقم وليا دور وعارف انا هخش امتى، الامن بيظبط وبينسق الحاجات دي. الكلام ده ما كناش بنشوفه زمان، كان دايما بيبقى فيه زحمه وفي مشاكل ويعني بيبقى فيه زحمه وازدحام على الطبيب وشكله، ودايما ما الطبيب مش موجود، لا الاطباء موجوده. الوحده فاتحه حوالي 12 ساعه. في تغيير جدا في منظومه التامين الصحي الشامل حاليا. يعني الاول لما كنت بدخل المستشفى او الوحده ما كنتش اعرف مين الامن، من الممرضه، من الدكتور بصراحه، لانه لما انما دلوقتي في يونيفورم وفي كل واحد لابس الشعار بتاع منظومه التامين الصحي الشامل. لا في نظام وفي نظافه في الوحده، في سهوله في التسجيل. يعني بعد ما يعني اول حاجه عملتها رحت فتحت الدفتر بتاعي، عمل بقى ليا ملف في الوحده، الملف ده بروح بيه للدكتور، في ممرضه تمشي معايا هي اللي بتودي الملف للدكتور. بعد ما ادخل الدكتور بيكشف، بيعمل لي فحص شامل، بيعمل لي وزنه من اول الوزن لغايه الضغط، الطول، كل حاجه. بدانا نعرف الدكتور من الممرض، لان كان في الاول ممرضين ممكن هم اللي يكشفوا علينا، مش دكاتره. بدا يبقى في نظام، في رقابه نوعا ما على الوحدات الصحيه. الدكاتره دلوقتي لا بقى عليهم رقابه.